ان نصحح المسار فهذا جيد يعني الحقيقه هو توحيد التوار بحيث ان لا يستغلوا ان يضع ان يتم وضعهم في اطار سياسي مقنن تداول سلمي للسلطه انتخابات نزيهه محافظه على على مدنيه الدولة وعدم عسكرتها أنا اتمنى ان هذا الملتقى سيخرج بجسم يمثل التوار في الانتخابات القادمه ان شاء الله